جيت في وقتك. ايه ده كله؟ حلو؟ تجنن. هو انت لوحدك بجد؟ شغالة بس اللي موجودة. يعني لوحدي ومش لوحدي. انت اللي تختار. حلوة الريحة. مسك. أحلى فريجرنس في الدنيا. والمزيكا كمان. فاكرها؟ طبعا فاكرها. اه صحيح قبل ما انسى. اتفضلي. ايه ده؟ تعبت نفسك. تعبك راح. دي حاجة بسيطة. ذوق هيجنن بنت الايه؟ مامتك اللي جايبهولك مش كده؟ حافظاها. حافظاكوا كلكم. لو كنت فكرت بدماغك كان زمانك جايب ورد. لسه ذكية. بيقولوا الذكاء بيزيد مع العمر. هو الجمال كمان. لا فدي بقى نسأل المراية. أنا مرايتك. ما أنت جاي النهاردة وناوي تاكل عقلي بكلام حلو. خالص. أنا جاي مسلمك نفسي. من إيدك دي لإيدك دي. كده بقى أقول لك الحمد لله على السلامة. اتفضل. والله يمكن يقول لك اللي انا مش عارف اقوله. هنرجع تاني للكلام ده؟ وماله يا ستي الكلام ده؟ انا بتكلم بكل ادب واقف بعيد اهو. طب الحمد لله انك عقلت. وهفضل اعتذر لك عن الموقف الضايق ده لحد ما تسامحيني. بقول لك ايه؟ هو انت مقتنع انه بايخ فعلا ولا انا اللي اوفر ومقفله وغبي؟ لا بالعكس يا مسكي. انت عارفه انت ايه؟ انت الشرق بالنسبة لي، بغموضه وسحره. أنا سنين الدراسة بره خلتني فاكر إن بنات العالم كلهم زي بعض، مستنيين لمحة أو إشارة عشان يجوا جري. مفيش غيرك عرف يرجعني مصر من يوم ما جيت. طب الحمد لله على السلامة. ميرسي إنك فهمت. أنا اللي بقول لك ميرسي إنك اديتيني فرصة تانية. انت جينا في المكان الحلو ده. انا بحب المكان ده قوي. بابا كان دايما يجيبني هنا واحنا صغيرين. بس انا من غير ما بقيتش هنا. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.